معكم الحسن أجوجي المسير وصاحب دار الضيافة بأنركي في غرمة أسيف منلول. بما أنني من مواليد المنطقة وعزيزة عليا، يلا نكتشفوها. أنركي تابعة لإقليم الزلال، جات ما بين الأطلس الكبير والمتوسط، عندها مؤهلات سياحية، مناظر طبيعية خلابة، وديان، مضايق، جبال، وعندها تراث ثقافي مادي ولا مادي لا يستهان به. أنركي تعد انطلاقة العديد من الرحلات الاستكشافية، من بينها استكشاف مضايق أسيف منلول، مضايق أخشاب، وتغرمة أسيف منلول مبنية بطريقة تقليدية تلتزم بالمعايير ديال التنمية المستدامة من ناحية الهندسة المعمارية ومن ناحية مواد البناء اللي هي طبيعية ومحلية. على ما نتلاقى، رمضان كريم وبقاو في ديوركم.